طالما هدد الإنسان التنوع البيولوجي أو البيئي بسبب سوء إدارته لمخلفاته والضرر الناتج عنها، ومن بين أخطر المشاكل البيئية في الوقت الراهن هو البلاستيك. يتم دخول 8 مليون طن من البلاستيك سنويا إلى البحار والمحيطات. يصل معظم البلاستيك إلى بحارنا عن طريق رمي البلاستيك في القمامة وتطيرها مع الهواء لخفة وزنه، وبعدها الانتقال إلى المياه. تعتبر المصانع التي تصب مباشرة في المياه سبباً آخراً لهذه الأزمة. رغم كل هذا يبقى الإنسان ينتج غير آبهم بالعواقب. أزيد من 99% من البلاستيك من مواد كيميائية مشتقة من النفط والغاز والفحم، والتي بدورها تتطلب مدة طويلة للتحلل في الطبيعة. آلاف من الطيور تتناول البلاستيك في طعامها الذي يعمل على ملء معدتها ويتسبب في نفوقها. تستهلك الأسماك ما يقارب 12,000 إلى 24 طن من البلاستيك سنوياً، مما يسبب لها مشاكل في الجهاز الهضمي وينتهي بموتها. يتم طرح أزيد من 1.5 مليار كيلوغرام من النفايات البلاستيكية في العام في البحار والمحيطات، ما يعادل وزن 600 حوت أزرق ضخم. تبقى البحار والمحيطات أكثر عرضة للاختلال التوازن البيئي فيها، حيث نجد أزيد من 800 نوع على الأقل مهدد من خطر البلاستيك، وتشمل هذه التهديدات وفيات ناجمة عن الابتلاع والتجويع والاختناق والغرق. تبقى البقايا البلاستيكية على السطح سوى جزء صغير للغاية من هذه النفايات، فهناك التي تسبح في الأعماق متسببة في مشاكل جمة للحيوانات البحرية. والأدهى والأمر هو الجزئيات البلاستيكية التي تغوص في القاع وتأكلها الأسماك وغيرها، وينتهي بها الحال في أطباقنا اليومية، ما يحدث مشاكل صحية كثيرة. تشير بعض الدراسات أنه ببلوغ عام 2050 ستكون أعداد النفايات في البحار أكبر من الأسماك الموجودة، فالمحافظة على سلامة المحيطات هي المساهمة في الحفاظ على رفاهية الإنسان وسلامته. فهل يستحق هذا عناءنا؟